لازم نكلمكم بشكل صريح. احنا رصدنا قبل الحلقة ردود أفعال الجمهور اللي أكيد كل واحد بيكون فيها وجهة نظر مختلفة وكل واحد بيشوف الزاوية من مكان مختلف. حسام عاشور هو رمز ليس مجرد لاعب، بكررها، مش سهل جدا ان انت تلصق كلمة رمز بأي لاعب، ولكن هيكون معاك كل الحق لما انت تقول حسام عاشور رمز. حسام عاشور اللي بعد بطولاته تخطط أندية وبطولاته الأخرى بتقارع أندية زي نادي الزمالك في الدوري أو فرق تانية كتير. حسام عاشور لاعب ادى للنادي الأهلي كتير، وكمان لازم نعرف ان النادي الأهلي ادى كتير، اداه زي ما حسام عاشور اداله بالظبط. اكيد اداله ان هو احد ابنائه، اداله الشهره، اداله الالقاب، وكمان حسام عاشور اداله المجهود. عشان كده لما نتكلم معاكم احنا شفنا تباين في اراء الفعل، وده طبيعي، بس عايزين نوضح موقف النادي الاهلي. النادي الاهلي جلس جلسه تجديد مع اللاعب كانت بتضم كابتن زكريا ناصف، خالد بيبو، كابتن خالد بيبو اكيد، وكابتن سيد عبد الحفيظ، وكابتن امير توفيق. النادي الأهلي بيتحرك في إطار مؤسسي زي أي نادي في العالم. وجهة نظر المدير الفني اللي أبقت على وليد سليمان كان لها رأي مختلف في حسام عاشور، اللي كان فايلر دايما بيتكلم عليه بشكل رائع جدا في كل المقابلات وعن دوره مع الفريق، ولكن هو رأى أن الرؤية الفنية الخاصة باستمرار اللاعب هو مش هيكون في حاجة فنية ليه، ده دور المدرب ودي الحتة بتاعت المدرب. بنيجي مدرب بيقول رأيه في اللاعب، زي ما كان في وقعة شهيرة جدا لمستر مانويل جوزيه مع كابتن أحمد حسن، مع اختلاف درجة حب جمهور النادي الأهلي لحسام عاشور كان الجمهور بيرغب في استمرار كابتن أحمد حسن في 2011، ولكن مستر مانويل جوزيه قال رغبة بقاء أي لاعب مرتبطة بي قراري أنا، وإذا تعلقت الرغبة بآراء أخرى فأنا الذي سوف أرحل. هو ده دور المدير الفني. دور النادي فين؟ دور النادي في أنه هو عرض على حسام عاشور أنه هو يتدرج داخل النادي من خلال معايشات تؤهله أنه هو يبقى كادر مهم جدا، وحسام عاشور هكذا قادر أنه يكون كادر كبير جدا. النادي الأهلي محتاج حسام عاشور، ولكن في مكان آخر. حسام عاشور لاعب له مطلق الحرية، ونتمنى أنه يخرج من باب النادي الأهلي، ولكن في النهاية ما نقدرش نصادر عليه. النادي الأهلي طرح مهرجان اعتزال وطرح حاجات كتيرة جدا يا أحمد في رؤيته أنه هو محتاج حسام عاشور ككادر داخل النادي الأهلي بشكل آخر خارج الملعب. هو أكيد دور منذ الناشئين وهو في النادي الأهلي، ولم يرتدي أي تيشيرت تاني في مصر غير تيشيرت النادي الأهلي، والتباين اللي موجود على وسائل التواصل الاجتماعي ده تباين طبيعي جدا. لو الاختلاف دايما في الآراء مهم جدا، وكل واحد بيتبنى قضية، بيتبنى قضية إنهاء مسيرة حسام عاشور بشكل نجم كبير ورمز من رموز النادي الأهلي ويطلع من الباب الكبير، والجهة الأخرى هي جهة فنية بحتة ورأي مدير فني، واحنا عارفين في النادي الأهلي دايما آراء المدير الفني أو هو العمل المؤسسي بالشكل ده. المدير الفني طالما مجدد مكمل معانا هو اللي بيتحكم في مين يقدر يكون موجود ومين ما يكونش موجود. عارف إن بعض وجهات النظر هتقول ما المدير الفني ده ممكن مع أي إخفاق لا قدر الله يمشي، ولكن هو ده سيستم النادي الأهلي اللي احترم حسام عاشور وجلس معاه جلسة وعرض عليه بعض العروض. حسام عاشور في قرارة نفسه أو قناعاته بأن هو قادر يكمل طبعا رفض فكرة اختيار توقيت الاعتزال، ورفض فكرة أي عروض إدارية داخل النادي الأهلي. بنتمنى له التوفيق، وبقى كأحد مشجعي النادي الأهلي بنتمنى وجهة حسام عاشور تكون مختارة بشكل يحافظ على قيمة وقامة ورمزية حسام عاشور داخل النادي الأهلي. خلينا نكون منصفين، البعض أحيانا بيتعرض لصدمات معينة من قبل قرارات بتصدر من المؤسسة اللي انت بتعمل فيها، ولكن فبيتجه إلى اختيار قرار خاطئ يؤثر عليه أو على جماهيريته. طبعا أكيد كابتن حسام عاشور فاهم كويس قوي جماهير النادي الأهلي بتتمنى له الخير يكون فين، واختياره يكون بعيد عن إيه، عشان يظل حسام عاشور رمز من رموز النادي الأهلي، ويظل دايما باب العودة مفتوح لحسام عاشور، لأنه بالفعل يستحق أن يعود مرة أخرى للنادي الأهلي ليأخذ مكانة داخل النادي الأهلي إداريا بإذن الله.
اتمنى تكون الرساله وصلت لحسام عاشور، واتمنى الناس تبقى فاهمه انت ليك وجهه نظر قصادها وجهه نظر اخرى، زي ما من حق اللاعب دايما ان هو بيختار في وقت من الاوقات التوقيع للنادي او اختيار نادي اخر، احيانا بيكون النادي مجبر على سياسه معينه بينتهجها طوال تاريخه. كل التقدير، كل التكريم، كل الاعزاز لقيمه حسام عاشور داخل النادي الاهلي، ونتمنى دايما يا رب تكون خطوته الجايه موفقه، وحاطط دايما في اعتباره جماهير النادي الاهلي، ان شاء الله يرجع من الباب الكبير زي ما شريف اكرامي خرج من بقراره في بدايه شهر فبراير، وان شاء الله شريف اكرامي ابن النادي الاهلي، ابن النادي الاهلي، يقدر ان شاء الله بنتمنى له التوفيق في اي نادي اخر في مصر او لو حابب في الاحتراف، ولكن ايضا نتمنى يكون اختياره اختيار موفق، اختيار بيضع فيه جماهير النادي الاهلي امام عينه، حتى لو بعض جماهير النادي الاهلي في وقت من الاوقات لم تضع شريف اكرامي نصب اعينها. ان شاء الله شريف اكرامي عنده من الحكمه وايضا كابتن حسام عاشور والوعي اختيار قراراتهم المقبله، لانهم بالفعل لعيبه محترفين طوال فتره تواجدهم في النادي الاهلي لم يشهد لهم اي مشكله او حتى ظهر على سطح الاعلام اي مشكله، ودايما دول كانوا كمان من كباتن الفريق اللي وقت الازمات كنا دايما بنلاقيهم موجودين، حتى وشريف اكرامي كان قاعد دكه او احتياطي، وتملي او دايما الحارس المرمى تحديدا هو عنده رغبه في البقاء اساسي داخل الملعب، لكن كنا بنشوف دعمه لاحمد عادل عبد المنعم، دعمه للشناوي، دعمه لاي لاعب في الفريق، كان دايما بيقوم بدور كبير جدا وهو دور الليدر داخل الفريق حتى وهو من على دكه البدلاء. بنتمنى لهم كل سيظلوا رموز للنادي الاهلي ان شاء الله، وباذن الله يرجعوا للباب الكبير مره اخرى ان شاء الله يا احمد. واتمنى رساله خاصه، واكيد اللاعبين كل لاعب قادر على حسم موقفه، ولكن صدقني لما انت بتمر السنين بتفتكر النادي الاهلي في لحظه اختيارك ليه فيها رغم اي قرار انت مش مقتنع فيه بتجني ثماره فيما بعد، شفناها مع شخصيات تاريخيه كتير جدا جدا جدا. وفكره ان النادي الاهلي يمنحك الفرصه يقول لك انت كادر، انا عايز انميك جوايا لان انت تستحق، ما تفرطش فيها ابدا. دي كانت فقرتنا الاولى، خليكم في البيوت وانتوا بتتفرجوا علينا عشان معانا فقره تانيه فيها كلام كتير جدا، نشوفكم في الفقره الجايه.